نبدأ فترتنا الإخبارية السادسة بالوضع الوبائي، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 30 وفاة و2045 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأجري 43,988 فحصا مخبريا بلغت نسبة الإيجابية فيها 64%. وبخصوص المتحور أوميكرون، فقد سجلت المملكة 8 إصابات جديدة بالمتحور، وبذلك يصل مجموع الإصابات بالمتحور في الأردن إلى 800 إصابة وفقا لمسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي. وكان وزير الصحة فراس الهواري قد صرح في وقت سابق اليوم أنه لا يوجد أي إدخالات للمستشفيات للمصابين بأوميكرون في الأردن. ونبقى في الوضع الوبائي لكن في المفرق، حيث تلقى أكثر من 5500 شخص في محافظة المفرق الجرعة الثالثة من المطعوم ضد فيروس كورونا في المراكز المعتمدة لدى مديرية الشؤون الصحية في المحافظة. رئيس قسم الأمراض السارية في مديرية صحة المفرق نضال محيبش قال للمملكة إن نسبة التطعيم وصلت إلى 80% من الفئة المستهدفة، والبالغ عددهم 256,000 شخص. وقبيل يوم واحد على تطبيق أمر الدفاع، كثفت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من الالتزام بشروط الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المتبعة خلال احتفالات رأس السنة. هذا وتشهد شوارع العاصمة الأردنية عمان انتشارا أمنيا كثيفا، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية. وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت حالة التأهب بمناسبة رأس السنة الميلادية وضمان سير الاحتفالات بها على المستوى المطلوب. حول الإجراءات المعمول بها والتي ترافق الاحتفالات عشية السنة الجديدة، ينضم إلينا من عمان محافظ البلقاء فراس أبو قعود. سيد فراس، أهلا وسهلا بك، لنتحدث بداية عن الآلية التي يتم اتباعها في متابعة الإجراءات الاحترازية خاصة في هذه الاحتفالات المتوقعة قبل بداية العام الجديد. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. يعني بداية أنا بدي أنوه انه هذا امر الدفاع 35 اللي اصدره دوله الدكتور بشر الخصاونه، يعني هو يتضمن مجموعه من الاجراءات الجديده الهدف منها التعامل مع تطورات الحاله الوبائيه. انا بتوقع يعني انه الان الامور صارت واضحه، انه بالنسبه انه احنا نحكي الان عن الموظف بالقطاع العام او الموظف بالقطاع الخاص ومن يتلقى الخدمه سواء بالوظيفه الحكوميه او الوظيفه الخاصه. الآن أمر الدفاع واضح، وهذا الكلام يعني يجب أنه يعني بفهمه كل مواطن بأردننا الغالي والحبيب. لا يسمح يعني بتاتا لا يسمح لأي موظف في القطاع العام والقطاع الخاص الآن أنه ما بيكون متلقي الجرعة. اثنين، لا يسمح حتى بالنسبة للدوائر الحكومية وحتى بالنسبة للمؤسسات الخاصة استقبال أي شخص يزيد عمره عن 18 سنة ومش مؤخذ هاي المطعيم، اقل ما فيها مطعومين لازم يكون موجوده. وفي عندنا عقوبات واضحه للموظف العام، وهذا الشيء مزعج للموظف العام، ان يطبق عليه نظام الخدمه المدنيه والاجراءات التاديبيه المنصوص عليها بنظام الخدمه المدنيه، ويحرم من اجازاته ويحرم من راتبه وعلواته ومكافاته، بالاضافه كمان للقطاع الخاص. يعني انا والله ما عندي استعداد الان انا كمنشاه خاصه ومولات وبنوك وكبيره اني اغلق يعني لمده اسبوع، وفي حال تكرار المخالفه اغلق لمده اسبوعين، وممكن نعم. المخالفه الان تكون 1000 دينار و3000 دينار و5000 دينار. احنا كاجراءاتنا بمحافظه بلقاء واعتبارا من واحد واحد سيتم اتخاذ الاجراءات بكافه حذافيرها، حتى احنا يعني ترتيباتنا لليله راس السنه اخذنا جميع الترتيبات الامنيه والاداريه، حتى اللي الفنادق اللي يسمح لها الان بالحفلات راح يتم الان، وشكلت لجان اليوم 14 لجنه راح تكون مناطه بكل لجنه مهمه التفتيش على كل شخص ممكن يدخل الان لحفله او لايفنت باحدى المطاعم او باحدى الفنادق. كل شخص
وهي الان يعني بلاش ان احنا نقع متاهه، نكون واضحين من البدايه، كل شخص ما راح يكون عنده مطعومين وماخذ المطعومين الاول والثاني يعني لا ينكد علينا ولا ننكد عليه، لن يدخل الى اي حفله حتى لو كانت مهما كانت التذكره هو مشتريها. واتمنى من اصحاب المطاعم واتمنى من اصحاب الفنادق انه احنا ناخذ بحذافير قانون الدفاع، التباعد مهم جدا، واحنا شايفين وشو اللي يصير عندنا ورائحه الموت الان دخلت كل بيت اردني وكل واحد فقد عزيز وكل واحد فقد صديق، فاتمنى انه احنا ناخذ يعني حذرنا، ويعني ال 35 الان يعني تطبيقه والله راح يكون صعب جدا اذا ما تعاون معنا مواطننا الغالي علينا. نعم سيد فراس، هذه الإجراءات الاحترازية ممتدة وأيضا الاحتفالات ممتدة منذ عشية عيد الميلاد المجيد، فهل لمستم العديد من الخروقات لربما خاصة فيما يتعلق بهذه الاحتفالات المستمرة؟ لا الحمد لله، إحنا أنا بحكي كمحافظة، أنا أترأسها محافظة نعم. البلقاء الحمد لله لم تسجل أي خرق، وأنا بدي يعني بشكر جميع إخواننا اللي متعاونين معنا، مواطننا على قدر كبير من الوعي، برضو كمان المؤسسات سواء كان الفنادق أو المؤسسات الخدمية التي تقدم خدمة فندقية فندقية، يعني الأمور الحمد لله رب العالمين كلها تسير وفق ما يرام، لم تسجل أي خروقات في محافظة البلقاء والمناطق التابعة لها. شكرا جزيلا لك السيد فراس أبو قاعود محافظ البلقاء. للحديث عن الوضع الوبائي بشكل عام ينضم إلينا دكتور بسام حجاوي عضو اللجنة الوطنية للأوبئة. دكتور بسام أهلا بك. إذا في ظل ازدياد الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون من جانب، انخفاض في الإصابات الأساسية بفيروس كورونا، أين نحن الآن؟ يسعد مساك ويسعد مساء الجميع وكل عام وأنتم بخير. أنت بخير. يعني كما يعلم الجميع انه احنا يعني في الموجة الثالثة اللي شهدناها واللي كان هو المسبب الرئيسي لها هو الدلتا. نحن الان يعني واضح، اصبح واضحا بانه احنا يعني تنخفض الاصابات بعد ان اكدنا الذروة لهذه الموجة انخفاضا واضحا ليس ملموسا يعني اكيدا، وخاصة نحن بقي علينا غدا الجمعة لنختم الأسبوع 52 وهو الأسبوع الأخير في سنة 2021، وحتى الآن لدينا 11300 إصابة. لو فرضنا أنه غدا كمان أنه في 2000 إصابة سيكون هناك 13500 في مجموع الأسبوع، ومقارنة في الأسبوع اللي فات كانت فقط 18000 إصابة، ومقارنة بالذروة كان 35000. أتمنى أنا من كل قلبي أن تنتهي هذه الموجة بسرعة، لأنه العالم يشهد تهديدا من الأوميكرون، ونحن كباقي دول العالم سجلنا أوميكرون كما تفضلتي، سجلنا اليوم 8 إصابات، سجلنا امبارح رقم عالي شوي اللي قبله، ألا الحالات المؤكدة جميعها منذ 9 هذا الشهر، من هذا الشهر 802 إصابة، الحمد لله أعداد يعني أقل من ما نتوقعها، لكن أعداد يعني جميعها أعراضها خفيفة، وكما أكد معالي الوزير لم يدخل أحدهم على المستشفى إطلاق، بل بالعكس إحنا هلا أول إصابة كانت في 9/12، يعني لو عدينا 14 يوم أسبوعين على الإصابات شفي كل من تم تشخيصه في هذه الفترة وأخرجها وتعافى. يعني لحد الآن المعلومات تفيد بأن هذه الأوميكرون أعراضها تشبه أعراض الرشوحات، وهذا ما يخيف العالم، لأنه احنا في فصل الشتاء تكثر فيه الفيروسات، تكثر فيه إصابات الرشوحات العادية واللي هي قريبة في أعراضها على أعراض الأوميكرون، لكن هي اختلفت قليلا عنها بأنها أكثر صداع، يعني صداع بياخذ جميع يعني شامل للرأس، نعم. يعني ليس من جهة واحدة، قد يكون هناك بعض التقيؤ، قد يكون هناك آلام وأوجاع، لكن هي تختفي الأعراض والحمد لله. لكن هو الخوف كما احنا بنقول
انه الانظمه الصحيه ما تشهد اعداد كبيره لا يمكن انها تستوعبها، وبناء عليه قد يدخل المستشفيات لكن تاثيرها قد يكون بسيط. حاليا احنا الاوميكرون الاجراءات متخذه كامله بحيث انه احنا يعني نكتشف مبكرا ونعلن عنها كما يعني عهدنا يعني ويعهدون الناس، زي ما حكى يعني مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل، اللي احنا يعني مضطرين عشان نحكي ارقامنا بحيث حتى لو ما حكيناها فالناس ما يقلقوا، لانه منظمه الصحه العالميه هي من اللوائح الصحيه الدوليه تجمع كل الاصابات الموجوده في العالم حتى يكون لديها ارقام. قد تكون الاوميكرون في منطقه الشرق الاوسط يعني تختلف عن امريكا، تختلف عن الاتحاد الاوروبي، عن افريقيا، لكن افريقيا الان تشهد انها وصلت الذروه في اوميكرون، وهذا تقريبا يعني كلام متفائل بحيث انه احنا ستصلنا في الشرق الاوسط، واعتقد اننا بعد يعني عيد الميلاد اللي نبدا بشهر واحد اعتقد انه الارقام ستعلو قليلا، لكن انا ما بدي اقول بحيث ان نقعد نقدر ان تصل 1000 او 2000 او 3000، لكن هي في حد ذاتها لن تكون مزعجه، لكن نتوقع ان تكون الاوميكرون هي السائده في شهر واحد وفي شهر اثنين، وقد تكون لدينا موجه رابعه، لكن يعني اتوقع ان تكون الوفيات في اقلها والإجراءات. لكن ما يخيفنا أنه هو تلتقط الأوميكرون بالدلتا أو يكونوا معا ويكونوا عبء مزدوج. يعني الحمد لله موجتنا الثالثة في انحسار، يعني سجلنا اليوم حوالي 2000 إصابة زي ما بنحكي، حالاتنا المؤكدة الموجودة بالمستشفيات بسبب الدلتا هي أقل من 1000 لأول مرة بعد فترة طويلة. نعم. أقل من 1000 إصابة أو 1000 مريض على أثرة الشفاء بكل مراحلهم، سواء متوسطة أو في أثرة العزل أو أثرة العناية الحثيثة أو باحتياج الأكسجين. كل هذا الكلام يعني نحن في انحصار الموجي. الحمد لله وضعنا الوبائي مستقر، استعداداتنا لاحتواء الأوميكرون هو في أحسن حال، لكن إحنا يعني نتمنى ونترجى الجميع أن نحن في فصل شتاء نحتاج إلى الكمامة، نحن في أعياد ميلاد، أعياد سنة جديدة، كل عام وأنتم بخير لكل الناس، لكن يجب علينا الالتزام عشان نبقى فرحانين ونبقى ضمن الأسس وأوامر الدفاع والشروط والبروتوكولات الموضوعة للتعامل مع التجمعات والحفلات. نعم. يعني لم نرد أن نلغي الحفلات أو التجمعات، لكن نحتاج إلى الالتزام فيها بكل حذر. الإجراءات إذن الآن موجودة خاصة فيما يتعلق بهذه الاحتفالات، وأيضا نتحدث عن بدء تطبيق أمر الدفاع 35 بداية مع هذا العام المقبل. إلى جانب ذلك هناك حديث من قبل مختصين عالميين يتحدثون عن وصف أن المتحور الجديد لربما يعمل في بعض الدول على تصفير المناعة المجتمعية، هل تتفق مع هذا الطرح فيما يتعلق بتخطيه على الأقل للجهاز الصحي بسرعة وأعراض طفيفة، إلا أنه لا يتفاعل مع اللقاحات كسابقته من المتحورات؟ لا أبدا، بالعكس، يعني لا زالت اللقاحات المتوافرة والموجودة هي يعني فاعلة وآمنة ضد جميع أنواع المتحورات. لم يثبت فعليا بأنه اللقاحات الموجودة لا تؤثر على أوميكرون، لكن يبدو أنه هناك الأوميكرون بدأ يعمل أصلا من خلال إصابته للأشخاص بأن يصيب أكبر عدد ممكن من الناس في كافة أرجاء العالم، الأمر الذي يصبح عندهم مناعة من هذا المرض، ولا ضير في أنه مثلا حتى تحدث الإصابة لناس قد أصيبوا بالدلتا أو بمتحورات أخرى، هذا لا يمنع شيء. لكن إحنا بنقول يعني لا زالت الجرعة الثانية والجرعة المعززة الثالثة قد تصل بالأشخاص بمناعتهم إلى 80%، وهذا مؤكد. لحد الآن لا يوجد أي تأثير على استجابة المطاعيم. نتمنى أن تكون المناعة الطبيعية التي يشكلها الأوميكرون السريع زائد التطعيم يعملان معا برفع المناعة بحيث أنه نصل إلى أقرب يعني أرقام للمناعة المجتمعية. نأمل أنه حتى موجتنا هذه لو صارت الرابعة ستكون أرقامها خفيفة، مسببها أوميكرون. يجب علينا الحذر عشان إحنا ما يدخلنا مستشفى ونسيطر على وفياتنا
وندخل الموجة إن شاء الله وتنتهي في خلال لن تطول عن شهرين. الأمر الذي أتمنى الالتزام بكافة الجوانب، لأن المعلومات والأدلة لا زالت تتوارد عن الأوميكرون من حيث شدته، من حيث انتشاره، من حيث أعراضه، لكن البشائر بأنه هو ليس شديدا في أعراضه لكن شديدا في انتشاره. نعم دكتور بسام، فيما يتعلق بعملية أخذ اللقاح، هناك بعض الأحاديث من قبل متلقي اللقاح خاصة من لديهم الحساسية الطبية في بعض الحالات لا يتم إعطائهم هذا المطعوم، هل من توصيات معينة، هل تم بحث هذا الموضوع خاصة بالأشخاص الذين لديهم حساسية معينة لدى أخذ المطعوم؟ يا ستي، ولا يعني لا زالت انه لا يوجد هناك موانع رئيسيه للمطعوم، لكن احنا شو بنقول؟ انه اذا شخص اخذ هذه المطاعيم الخاصه بكورونا سواء الجرعه الاولى او الثانيه وتاثر منها بتاثرات يعني كانت واضحه وتم تسجيلها من خلال مؤسسة الغذاء والدواء انه حصل معه كذا ومعه تقرير كذا، سيرفع للوزارة يعني الوزارة ستنظر في ذلك، لكن قلائل يعني من، عشان هيك يعني الدول جميعها لا ترحب بانه يكون هناك عوارض خطيرة ناتجة عن المطعوم او اثار جانبية. المطاعيم مهمة، ومن هنا انطلقت الدول انه جرعتين اساسية لكي تحمي نفسك. هلا يعني ما فيش عندنا يعني بمطاعيمنا المتوفره والموجوده يعني ما شفناش اثار جانبيه حتى في الاونه الاخيره، الناس بتقبل الان. نعم، ولكن لا توجد حالات قد تمنع اخذ هذا المطعوم، لا توجد حالات يعني لا يوجد هناك من يذهب لتلقي المطعوم ومن الممكن ان لا يتم اعطائه بسبب حاله معينه، لربما حاله صحيه. يعني تتذكري لما كانت بداية المطاعيم كنا نقول الناس اللي بالحوامل، المرضعات، الناس اللي عندهم حساسية مفرطة، كل هذا بعد تجربة مع ملايين الجرعات للبشر انتهى، يعني لا توجد موانع رئيسية إلا هي فقط من تحسس من مطعوم الكورونا بطريقة واضحة. وبالعكس أنا بنصحه أن يروح على المستشفيات الرئيسية، مستشفيات القطاع الخاص، مستشفى الجامعة، مستشفى الأمير حمزي، ويكون هناك تحت إشراف كونسلت طبي، لا توجد مضاعفات خطيرة لناس يعني لديهم أعراض، إلا حساسية ربيع، ولا عنده أمراض غير سارية، ولا عنده قلة مناعة، ولا عنده مرض سرطان. نعم. ولا الست اللي حامل والست المرضعة، كل هذه أصبحت غير موانع للتطعيم إطلاقا. أنت التطعيم هو الأفيد لك لتشكيل مناعتك، بل بالعكس دول تسارع الآن إلى الجرعة الرابعة والتي إحنا يعني هي على الأجندة لكن لم ننظر فيها إطلاقا، لأنه إحنا بحاجة إلى تعزيز الجرعة المدعمة الثالثة، بالإضافة إلى إذا للذين لم يتلقوا الأولى والثانية، يعني عتبي على اللي بياخذوش الأولى والثانية بحيث يلحق الركب ليأخذ المعززة الثانية. شكرا جزيلا لك الدكتور بسام حجاوي عضو اللجنة الوطنية للأوبئة.